كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه به حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا، كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا، أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا. يا رفيق الدار مهما كنت فذلا لن تفوقا، والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، صافيا يكفي بروقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله. بل تأمل في المدارس بين الطلاب، من أين انتشر التدخين والإعجاب واللواط؟ أليس من قنوات الخنا والغناء؟ من أين انتشر ظهور بعض الشباب في ملابس النساء في الاستراحات والشقق يتراقصون ويتمايلون؟ من أين؟ ما الذي نزع الحياء من كثير من الفتيات في الأسواق والمجمعات؟ أليس من تأثير القنوات والغناء؟ قبل أيام في إحدى المجمعات وفي مواقف السيارات يقع أحد رجال الأمن على شاب وفتاة وهما في سيارتهما يمارسان الرذيلة والعياذ بالله، ونتساءل لماذا تأخر المطر، نتساءل نريد الغوث من الله ونحن نرسل إليه المعاصي والمنكرات، كيف لا وقد ضاع الحياء؟ أمور مخجلة ومحزنة سرت إلى صفوف المسلمين بطريق العدوى والتقليد الأعمى. لو أسمعوا عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه الرزايا أنكر النسب، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على العفة والفضيلة؟ ألم يربينا على العزة والكرامة؟ ألم يربينا على الأخلاق الفاضلة؟ ألم يربينا على الأخلاق؟ ألم يربينا على الحياء؟ لكننا للأسف بدأنا والله نغرف من زبالات الغرب عن كل فكر وأطروحة وموضة، فلبسناها فلم يكن منها شيء على مقاسنا، وبقي لنا لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إلى متى يا عباد الله؟
إلى متى سنظل نتلهى بالتافهين من المغنيين والممثلين؟ إلى متى ونحن عاكفين على شهوات الساقطين والغافلين؟ لقد كبرت أزمة الأخلاق في الأمة حتى بلغت من الكبر عتيا. أف ثم أف لنفس مريضة تنصح ولا تستحي وتعاتب ولا تنتهي. أين الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فإذا لم تمنعهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر فوالله سيمنعهم الغناء يوما عن الصلاة. يا غافلا يا غافلا يا معينا لهؤلاء القائمين والمؤسسين للقنوات المتاجرين بأعراض الأمة، لا تظن أيها المسكين أن هؤلاء يهمهم صلاحك، والله لا يهمهم في أي واد هلكت. ألم تسمع قصص التائبين والتائبات يبكون ويتحسرون على ما كانوا عليه من غفلة وضياع؟ بل انظر وتأمل، انظر وتأمل في خواتم الذين لا زالوا يصرون على الغناء والقنوات حتى ماتوا على ذلك، ماتوا على ذلك. والله يحدثنا أحد مغسلي الأموات يقول أتي إلينا بشاب في مقتبل العمر ويبدو على وجهه ظلمة المعاصي، يقول وبعد أن أتممت تغسيله لاحظت خروج شيء غريب يخرج من الأذن، إنه ليس دما ولكنه يشبه الصديد وبكمية هائلة. فيقول والله لم أرى ذلك المنظر في حياتي، توقعت أن مخه يخرج ما به، انتظرت 5 دقائق 10 ربع ساعة لم يتوقف، فخفت كثيرا، لقد امتلأت المغسلة صديدا. فيا سبحان الله من أين يأتي كل هذا؟ يقول فإن الدماغ لو أخرج ما بداخله لما استغرق ذلك 10 دقائق حتى علمت أنها قدرة العلي القدير. وعندما يئسنا من إيقاف هذا الصديد كفنا، بل والله حتى عندما وضعناه في القبر فلا يزال الصديد يخرج. يقول بعدها والله لم أنم تلك الليلة، وبدأت أسأل عن هذا الفتى الغريب، عن الذي أوصله إلى هذه الحالة، فأجاب مقربوه أنه كان يسمع الغناء ليل نهار صباح مساء، وكان الصالحون يهدون له بعض أشرطة القرآن لكنه يسجل عليها الغناء. نعوذ بالله من ذلك، وهكذا يموت على ما كان عليه. إنها رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. رسالة والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا من تسمعون بآذانكم وتبصرون بأعينكم، حكموا عقولكم واتقوا ربكم، فإن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. فريق جوال الخير يقدم. هذه النجوم كم عددها في السماء؟ أين تقع؟ لماذا يقول سبحانه وتعالى عنها فلا أقسم بمواقع النجوم؟ بل أين سنوات ضوئية؟ فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. لا إله إلا الله زينة. وفي السماء الأولى كما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فما بالك بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة. سبحانك يا ربنا، سبحانك يا من سبحت له الكائنات، سبحانك يا من سجد له النبات، يا من تدكدكت لخشيته الجبال الراسيات. وما قدر الله حق قدره، ما وجلنا منه، ما انكسرنا، ما قمنا الليل، تعبان صل وانت قاعد، تعبان صل وانت نايم، ادعي سبح اقرأ قرآن لين تنام، استغفر لين تنام، واصل بالبقرة، واصل بالدعاء، انكسر اعترف له بعبوديتك، انكسر اجله احبه تضرع له. من يعطيك غيره؟ من يغفر لك غيره؟ من يشفيك غيره؟ من يهديك غيره؟ من يقبل توبتك ان رجعت له غيره؟ من يعفو عنك غيره؟ من يحبك وانت تايب غلطان في حقه واذا تبتدع احبك؟ الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انكسر وقل: مولاي جئتك راغبا، جئتك عاصيا، جئتك مبتعدا، مولاي ارجوك اغفر لي، اعفو عني، اصلح حالي، مولاي مولاي مولاي. رايت يا عبد الله لو انبوبه غاز تحملها على كتفك؟ ثقيله ليس فيها شيء، كيف لو ملئت بالغاز؟ اصبحت اضعاف اضعاف الثقل الاول. واذا وضعتها الى المكان الذي انت اتيتها لتضعها فيه تجد انك ارتحت من ثقل عجيب. هل رايت يا عبد الله هذه السماوات؟ السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وكل سماء 500 عام مسيرة، وبين كل سماء وسماء فاصل 500 عام، 7 سماوات والفواصل 5، واضربها جميعا في 500 عام وعليك الحساب. ومع ذلك كل سماء فيها ملائكة عليهم الصلاة والسلام، من الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أذن له أن يتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة 500 عام، ملك واحد فقط. وجبرائيل عليه السلام الرئيس عليه الصلاة والسلام 600 جناح بطرف جناح برية سدوم حملها حتى سمع صراخ الإنس ونباح الكلاب، ثم قريت، ثم قلبت تلك القرية بأكملها. ومع ذلك كم يكون ثقل السماوات السبع؟ أنبوبة غازنا وأنتم مبقدين عليها، كم هو ثقل السماوات السبع؟ من الذي حملها كلها؟ لما لا تسقط؟ لما النجوم لا تسقط؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها؟ ليه؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها؟ خلقه ومنزل الآيات للأبصار كي يهديها. لمن النجوم لا تسقط؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها؟ ليه؟ ليه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، والسماوات مطويات بيمينه. يطويها بيمينه كل العظمة والمسيرة والفواصل والملائكة يطويها سبحانه وتعالى. أطلق عينانا فيك يسبحون.